السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بقى كتب الأضواء في الرياضة والدراسات والعلوم رابعة ابتدائي، كتب الأضواء كلهم 2025. تعالوا بقى نشوف الكتب من جوه عاملة ازاي. أول حاجة جايب لي في الرياضة كيو ار كود أهو، رابعة ابتدائي الرياضة تمام، وجايب لي المنهج بتاع رابعة ابتدائي اهوت يا جماعة، والعوامل المضاعفة وعمليات الضرب والقسمة. وتعالوا نشوف كتاب الرياضة من جوه عامل ازاي اهوت. طبعا كتاب الرياضة الاضواء رابعة من اكتر الكتب اللي بتخلص كل ترم اهو، كتاب من جوه اهوت. وبرضو ان شاء الله ما ينزل كتاب سلاح التلميذ هنعمل مقارنة ما بينه وما بين الاضواء. تابعوني اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وهصور لكم كل انواع الكتب. انا كده وصلت للدروس اللي في الاخر هي وتمارين الاضواء اهي، وكمان جايب لي تمارين بالعكس كده او اختبارات بالعكس، وكمان في الاخر جايب لي اجابات كتاب الرياضة عامل 135. تعالوا بقى لكتاب الدراسات، انا فتحته هوت وبلدنا والرموز الوطنية. تعالوا نشوف كتاب الدراسات رابعة ابتدائي اهي، برضو كتاب الدراسات الترم اللي فات كان خلصان خالص، ما كناش لاقيين منه اي حاجة. الخرائط بتاعته ملونة قوي، صفحة بتاعته كبيرة وتمارينه كتير جدا جدا. كتاب الاضواء في الدراسات سنة رابعة ابتدائي اهو، اختبر نفسك وتمارين والبيئة الزراعية ومراجعة الكتاب المدرسي على المحور الأول. شوفوا كمان في أطلس في النهاية، الأطلس ده مهم جدا وملون قوي. محافظات الحدود الصحراوية ومطروح، شوفوا يا جماعة أطلس قد إيه الأطلس ده مهم جدا جدا، ومهم للأولاد اللي هما كمان في الإعدادي في الثانوي. في الآخر هو ده اختبارات الكتاب تمام، وكتاب الدراسات عامل 130 جنيه. اخر حاجة وكتاب العلوم الاضواء رابعة ابتدائي، وادي العلوم انا فتحت اهوت، والتكيف في الكائنات الحية برضو في العلوم هو حلو قوي مبين جدا، والوانه وصوره في منتهى الجمال اهو. كتاب العلوم الاضواء، على فكرة انا حاسة ان الغلاف بس اللي اتغير، ما تغيرش اي حاجة داخلية ما بين الكتب، يعني هتبقى حاجات صفح بسيطة قوي. يعني اللي عايز يستخدم كتب قديمة مفيش اي مشكلة، لان السعر حتى الفرق حتى بسيط جدا عن السنة اللي فاتت من السنة دي. في الاخر في اجابات نموذجية اهوت، والعلوم عامل 130 جنيه. تابعوني هنزل لكم كل انواع الكتب وتعرفوا ايه اللي تقدروا تستفيدوا بيه وتذكروا لأولادكم، حتى لو عندكم نسخ قديمة هقدر أفيدكم في الموضوع ده. مستنية اللايك الشديد.